غادي نقابلك مو غادي جيت نشد سطالة ليه متخطرش فيه هادي نسجع منا استنى وكابتين لهنا تو بيه معاكم شافه شافه؟ بيه مع اللي بيه وخير مع اللي خير وانتي بيه معاك ولا خير معاك؟ كل مرة كي بيه حسب ما شفت بيه معاك عبدو وي وانت تحب توصل ايه الويه نسي العكس ايه عبدو اللي اكبر منك وانا حافظاتك مالك خاطر تصرفاتك انتي وياها ما نعرفش بزاف تصرفات معاك مش كيما الخدامه الاخرى لا يعني اصلا انا ما عنديش ثقه في الرجال يعني مش اول مره معناها نصاحب ولا نحكي ولا هاي قائم صاحبتك صار ليه؟ ايش نوى مالها؟ والله ليه؟ اما هو كم ما نعرفش مازلت مش عارفه روحي مره نقول فما ما تسمع لك فما ليه يكلم فيا ويحكي معايا وكلها في نفس الوقت علاش انت؟ ليه نسال وبر عبدو مش معناها مشيت قعدت معناها خمس سنين غادي باش نجي ما نعرفكش نعرفك من عينيك ايوا قداش عندك تخدم معاه؟ نخدم من قبل مش حتى معاه هو ما تعرف برشا فازيت قال صاروا في سويني علاش ما نعطيش حتى ثقه هذيك عمناه وتعمناه الواحد شفت مالك على الطفله نحكي لك شو معناه في منتد باقي وطيحت صغير والدنيا عش ما تشوف الثقة هاتي كل مرة تسمع حديثة ما نعرفش متنجميش لتعطي الثقة في حتى حد كل مرة ويتلمط في طفل تفهم بشكون حاجته بتعرف كل الكرب العربي كيما كيكا أما محلي بالله بالله كامل Yeah.